ما قدرة حكومة طالبان اليوم على مواجهة مثل هذه الكيانات أو مثل هذه الميليشيات إذا ما تم إنشاؤها وتغذيتها سواء من الداخل أو من الخارج؟ دكتور سعيد، أنا أعتقد يجب بداية على حركة طالبان أن تهتم بقضية الأمن أفغانستان، بمعنى أن تتوسع في القضايا الأمنية وأن تهتم بالقضايا الأمنية في أفغانستان. ونجد هذا الموضوع في تصريحات وزير الدفاع الأفغاني المولوي محمد يعقوب، حيث صرح بأنه نريد يعني نكون الجيش القوي حتى يعني نقوم بأي تحديدات تهدد أفغانستان. ومن ناحية أخرى أنا أعتقد يعني يجب أن تقوم أفغانستان أو الحكومة الجديدة بحل المشاكل الاقتصادية التي حاليا أفغانستان يعني تواجهها، ويجب أن تحل هذه المشاكل على شعبها. إضافة إلى ذلك أنا أعتقد يجب على حركة طالبان أن تأتي بإجماع الداخلي من كافة الأطياف الموجودة على أراضي الأفغاني بما في ذلك القوميات المختلفة. نحن يعني نعاني من هذه القضايا، أو نعاني بعبارة أخرى من التدخلات الخارجية، لأنه أصلا يعني لا نتمتع بإجماع سياسي شامل. فهذا هو الذي أثر، هذا الأمر الذي أثر. يعني برأيي إذا تمكن حركة طالبان وقادتها باقتناء الأقلية الشيعة الهزارة وإعطاء كافة حقوقهم على أساس العدالة كما يعني قامت حركة طالبان بهذا الموضوع، وكذلك أن تقوم حركة طالبان بإقناع الجبهة المقاومة التي سمت نفسها بالمقاومة أو التحالف الشمالي السابق وقادتها وغير ذلك من القيادة السياسيين السابقين، يعني ما أنهم مشبوهين أو مرفوضين من قبل الشعب الأفغاني، ولكن لأن كل هؤلاء الذين سميته لهم علاقات مخابراتية بالدول الأجنبية، فيجب على حركة طالبان أن تقنع هؤلاء بأي طريقة يمكن. طيب. وبعد ذلك بإمكاننا يعني بإمكان الحكومة الجديدة أن تقوم بتسديد يعني هذا الموضوع وأن تمنع التدخل الأجنبي. وصلت دكتور سعيد. نعم دكتور سعيد وصلت.